السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الإخوان الشيخ ينبه بالنسبة للأسئلة لو تكتب تحريرية ثم تقرأ يقول الشيخ حتى يستفيد الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا. هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجو إلا الاسم فامتثلي، والجزم للفعل فالأنواع أربعة، وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جو متصلي، لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قبل أن أبدأ أنبه إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الدرس غدا سيبدأ إن شاء الله بعد صلاة العصر، وليس معنى هذا أنه سيستمر إلى ما هو عليه الآن من حوالي الساعة السادسة وثلث، لا، الدرس يتراوح من ساعة إلى ساعة وربع بالكثير. والنقطة الثانية كما أشار الأخ قبل قليل، قضية الأسئلة، الأولى أن الأسئلة تكتب لأجل أن يستفاد منها، وما يعجز عنه المسؤول أو ما يكون عنده جواب يأخذ السؤال ويتأمل فيه أو يراجع ثم يجيب من الغد. هذه الأبيات التي سمعتم تتعلق بثلاث نقاط. النقطة الأولى تعريف الإعراب، والنقطة الثانية أنواع الإعراب، والنقطة الثالثة علامات الإعراب. والبحث في الإعراب وفي أنواعه وعلاماته وبحث طويل متشعب، لكن سأحاول أن ألم شتات المسألة بشيء من الإيجاز والاختصار، فما يبقى إلا التفاصيل أو التفريعات التي تفرع على ما سنقول. فأولا تعريف الإعراب. الإعراب في اللغة يطلق على معان منها الإبانة والإفصاح، ومنه ما ورد في بعض روايات الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثيب تعرب عن نفسها، تعرب عن نفسها، يعني تفصح وتبين مرادها. أما الإعراب اصطلاح النحويين
كما أشار إليه الشبراوي هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل. هذا هو تعريف الإعراب. لو أخذنا كلمة خالد وأدخلنا عليها عوامل فقلنا جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد، فإننا نلاحظ أن كلمة خالد طرأ عليها تغيير من الضم إلى الفتح إلى الجر أو إلى الكسرة، ولا نجد لهذا سبب إلا تغير العوامل، لأن الفعل جاء يقتضي الرفع والفعل رأيت يقتضي النصب وحرف الجر يقتضي الجر أو الخفض. وعلى هذا فكلمة زيد طرأ عليها تغيير، وكما تلاحظون هذا التغيير ظاهر لم يمنع منه مانع، والسبب اختلاف العوامل. لو جئنا الكلمة مثلا الفتى وقلنا جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، أكيد أن الفعل جاء ورأيت والباء أثر على كلمة الفتى مثل ما أثر على كلمة خالد قطعا، لكن في كلمة خالد ظهر التغير، لكن في كلمة الفتى ما ظهر التغير. والسبب إن الألف اللي عليها الحركة ما تقبل الحركة، وهذا يسمى عند النحويين التعذر، ومعنى التعذر الاستحالة. جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ومعنى التعذر الاستحالة لأنه مستحيل أن الحركة تظهر على الألف، الألف ما تظهر عليه الحركة أبدا، لأن الألف ملازمة للسكون، ملازمة للسكون. فتبين بهذا أن الإعراب نوعان، النوع الأول الإعراب الظاهر والثاني الإعراب المقدر. الإعراب الظاهر هو الذي يظهر على آخر الكلمة لأنه لم يوجد مانع، والإعراب المقدر والذي لا يظهر على آخر الكلمة لوجود المانع. والإعراب الظاهر له موضعان، الموضع الأول أن تكون الكلمة أن يكون آخر الكلمة صحيحة، يعني ليس من حروف العلة الألف الواو الياء، يكون آخر الكلمة حرفا صحيحا مثل الدال في كلمة خالد، مثل الياء
في كلمة علي. هذا الأول. الثاني الشبيه بالصحيح، الشبيه بالصحيح، وهو الذي آخره واو أو ياء ولكن قبلها سكون، هذا تظهر عليه حركة الإعراب، مثل كلمة دلو. الدلو اللي يؤخذ به الماء من البئر، فدلو هذا ليس بصحيح لأن آخر حرف علة وهو الواو، لكن لما كان الذي قبل حرف العلة ساكن، لما كان الذي قبل حرف العلة ساكنا عومل معاملة الصحيح بظهور حركات الإعراب، فتقول مثلا هذا دلو كبير، ورأيت دلوا كبيرا، وأفرغت في دلو كبير، تظهر حركات الإعراب. ومثل كلمة ظبي اللي أخرها ياء، فتقول هذا ظبي سريع، ورأيت ظبيا سريعا، ومررت بظبي أو نظرت إلى ظبي سريع، فتحصل أن الإعراب الظاهر إما في الاسم الذي آخره حرف صحيح أو في الاسم الذي آخره حرف علة ولكن قبل حرف العلة سكون. والنوع الثاني يا إخوان اصطلح النحويون على تسميته بالشبيه بالصحيح. إذا مر عليك في كتب النحو الشبيه بالصحيح هذا هو المراد. أما الإعراب المقدر فله ثلاثة مواضع: في الاسم المقصور والمنقوص والمضاف لياء المتكلم. فالمقصور الذي آخره ألف لازمة لا يظهر عليه شيء من حركات الإعراب، مثل ما مثلنا قبل قليل كلمة الفتى، كلمة الفتى. المنقوص لا تظهر عليه الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة ولا الكسرة، وتظهر الفتحة لخفتها على الياء. والمنقوص هو ما آخره ياء، مثل القاضي والداعي والساعي، فتقول جاء القاضي، فجاء فعل ماض مبني على الفتح، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. لن يمكن تقول جاء القاضي، هي مستحيلة الضمة، لا هي مستحيلة، يمكن تظهر لكن فيها ثقلة، إذن لا تظهر. ومثل في حالة الجر مررت بالقاضي، يمكن تظهر الكسرة، يمكن تقول مررت بالقاضي لكن ثقيلة. أما النص فالفتحة خفيفة على الياء فتظهر، فتقول رأيت القاضية، رأيت القاضية، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فتظهر الفتحة. والمانع من ظهور الضمة أو الكسرة هو الثقل، هذا بالنسبة للمنقوص. وبالنسبة للمقصور المانع هو التعذر. بقي النوع الثالث من أنواع الإعراب التقديري وهو المضاف لياء المتكلم، المضاف لياء المتكلم.
لو أخذنا مثلا كلمة كتاب، نعم كتاب، وقلت هذا كتاب، اشتريت كتابا، نظرت في كتاب، تلاحظ أن الآخر اللي هو الباء تظهر عليها حركات الإعراب، الضمة والفتحة والكسرة. إذا دل على أن المضاف الياء المتكلم ليست العلة في آخر الكلمة، لأن آخر الكلمة قابل للحركة، إنما السبب جاء من أمر آخر وهو الإضافة للياء. فإذا قلت هذا كتابي ما في ضمة، وإذا قلت رأيت كتابي ما في فتحة، وإذا قلت مثلا نظرت إلى كتابي ما في كسرة، ما في كسرة، لأن الكسرة الآن نظرت إلى كتابي لو كانت هي كسرة الإعراب ما وجدت بحث الرفع ولا وجدت بحث النص، إذا دل على أن ما هي حركة إعراب. واضح يا إخوان هذا؟ ما هي حركة إعراب. لماذا أتي بها؟ أتي بها لمناسبة ياء المتكلم، لأن الذي قبل ياء المتكلم لا بد أن يكون مكسورا. وعلى هذا فالمانع من ظهور حركة الإعراب في المضاف الياء المتكلم هل هو عائد إلى ذات الكلمة؟ نعم ليس عائدا إلى ذات الكلمة، إنما هو عائد إلى الاتصال بياء المتكلم، يعني السبب هو ياء المتكلم، هو السبب أو هي السبب. ويقال في الإعراب، وأحب أن تفهموا يا إخوان، وقد يمر علينا هذا في الدروس القادمة، إلى أنه في قواعد إعرابية ما تتغير أبدا، بمثابة الختم. الختم في إعراب الاسم المضاف لياء المتكلم ما يتغير أبد في أي موقع يكون، ولهذا ينبغي لطالب العلم أنه يضبط صيغة إعراب المضاف لياء المتكلم. فمثلا هذا كتابي، هاء حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كتابي كتاب خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يعني على الباء اللي هي قبل ياء المتكلم، على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها التعذر؟ لا، لأن الباء تقبل الحركة. الثقل؟ لا، لأن الحركة على الباء خفيفة. إذا منع من ظهورها اشتغال المحل، المفروض أن الضم تجي على الباء، ولكن الباء مشغول بالكسرة، الكسرة بما تمتنع أن تزول حتى تحل الضم محله، ما تطيع أبدا. ولهذا نقول أنه مرفوع بضم مقدر على ما قبلها المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركات المناسبة. هذا الإعراب ما يتغير، إلا أن تبحث النص تقول علامة نصبه، وفي حالة الجر تقول علامة جره. وقد يقول قائل ما دام أن الكسرة موجودة بحالة الجر لماذا ما نقول مجرور بالكسرة الظاهرة؟ قال بهذا بعض النحويين، وقالوا هذا يناسب الطلاب المبتدئين غيركم، وأنتم غيركم طلاب المبتدئين غيركم، قد يناسب الطلاب المبتدئين. لكن في الحقيقة ما دام أن الكسرة ذي موجودة في حالة الضم وفي حالة النص، هذا يدل على إيه؟ على أن ما هي حركة إعراب، إن حركة إيش؟ مناسبة، وإن حركة الإعراب ما هي موجودة الآن. هذا ما يتعلق بتعريف الإعراب.
الشيخ رحمه الله تكلم على الإعراب، تكلم على العلامات والأنواع، ولم يتكلم على البناء. ولعلي أشير إشارة عابرة تكملة للموضوع عما يتعلق بالبناء. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل. إذا أخذنا مثلا الاسم الموصول الذي، وقلت جاء الذي فاز، هنأت الذي فاز، سلمت على الذي فاز، تلاحظ كلمة الذي، كلمة الذي ملازم للسكون في حالة الرفع والنص والجر، وأن ملازمة السكون ليست بسبب العامل جاء ولا هنأت ولا سلمت. إيش السبب؟ السبب الوضع العربي، إن العرب أول ما تكلمت بالاسم الموصول الذي تكلمت به وهو ساكن. إذن السكون هذا ولزوم حالة واحدة جاء بسبب العوامل؟ ما جاء بسبب العوامل. وهذا معنى قولنا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، لغير عامل. إعراب الاسم الموصول بل محل، لأنه ما يمكن تظهر حركة، ولهذا تقول جاء الذي فاز. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهنأت الذي في محل نص مفعول به، وسلمت على الذي فاز في محل جر. وبهذا تكون أنواع الإعراب ثلاثة: الإعراب الظاهر، والإعراب التقديري، والإعراب المحلي. الإعراب الظاهر والمقدر هذا في إيه؟ في الأسماء المعربة. والإعراب المحلي هذا في الأسماء المبنية والجمل، والجمل، لأن تقول الجملة في محل رفع صفة، أو تقول الجملة في محل نص حال. واضح يا إخوان؟ تكون أنواع الإعراب كم؟ ثلاث: ظاهر، مقدر، محلي. طيب، الأسماء المبنية يا إخوان، وهذه مهم للطالب أن يعرفها، الأسماء المبنية محصورة، أما الأسماء المعربة ما هي محصورة. الأسماء المبنية محصورة في سبعة أبواب: الضمائر، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، هذه ستة، ومسائل منثورة في أبواب أخرى، مثل ما سيأتينا اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، ومثل المنادى إذا كان مفردا، ومثل الأعداد من 11 إلى 19 اللي الأعداد المركبة غير اثني واثنتي وما ختم بويه. فالمقصود أن هذه هي الأسماء المبنية.
ومع عداها فهي أسماء معربة. طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى في تعريف الإعراب: هذا والإعراب تغيير الأواخر من. هذه أو هذا الشطر اختلفت فيه النسخ اختلافا كثيرا، ففي بعض نسخ الشبراوية الإعراب تغيير الأواخر وهذا منكسر، وفي بعضها هذا والإعراب. أنتم عندكم والإعراب بالهمزة، لازم تشيلون الهمزة هذه ما ينكسر وزن البيت. هذا والإعراب، وفي بعض النسخ باب الإعراب تغيير الأواخر من، وفي بعض النسخ حد الإعراب تغيير الأواخر من. المخطوطات التي اطلعت عليها للمتن والمخطوطات أيضا للشرح أو للشروح فيها اختلاف واضح في هذا الموضع، لكن أحسن هذه الصيغ هي الصيغة الأولى، وهي صيغة هذا والإعراب، لأنه تبقى التفعيلة الأولى على ما هي عليه مستفعل. طيب، قال: تغيير الأواخر من اسم وفعل، أتى من بعد ذي عملي، من بعد ذي عملي. قوله هو فعل، المراد به الفعل المضارع، لأنه لا يعرب من الأفعال إلا المضارع، أما الماضي فهو مبني دائما، والأمر مبني دائما. المضارع يبنى في حالتين ويعرب فيما عدا هذا. فالماضي مبني على الفتح دائما، سواء أن كان الفتح ظاهرا أم مقدرا، وهذا أحسن من قولنا أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، ونون الإناث تبع ضمير الرفع المتحرك، لكنها ينص عليها لأنها قد تشكل. كل الكلام ده يجمعه كلمة واحدة، أن الفعل الماضي مبني دائما، سواء مبني دائما على الفتح، سواء كان الفتح ظاهرا مثل كتب، أو مقدرا مثل كتبت كتبوا كتبنا. ولا نريد الدخول في تفاصيل لأن هذا يبعدنا عما نحن فيه. الأمر مبني دائما، ومثل الماضي الاختصار، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، قاعدة مبني على ما يجزم به مضارعه. أي فعل أمر يمر عليك تريد معرفة ما هو مبني عليه، رجع للمضارع وادخل عليه لم، فاللي يجزم به يبنى عليه. فمثلا اكتب، مضارعه يكتب، لم يكتب مبني مجزوم بالسكون، إذن اكتب مبني على السكون. اكتب المضارع لم يكتب مجزوم بحذف النون، إذن اكتب مبني على حذف النون. كذا مثلا ادعو، المضارع لم يدعو ضم على العين، مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، إذن أدعو مبني على حذف حرف العلة.
إذن الآن بدل ما نفصل نأخذ حوالة على الفعل المضارع، ففعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. أما الفعل المضارع فيكون مبنيا في حالتين: الحالة الأولى أن تتصل به نون التوكيد المباشرة، وهنا يبنى على الفتح. الثاني أن تتصل به نون الإناث، والتعبير يا إخوان بنون الإناث أحسن من التعبير بنون النسوة، لأن نون النسوة خاص بالنسوة، لكن نون الإناث عام. لو قلت مثلا بدعت، نعم بدعت الأشجار يتساقطن، هذه مين نون النسوة لكن نون الإناث، فهو مبني على السكون، لكن مع نون التوكيد هو مبني على الفتح. مثل لو قلت والله لا أفعلن الخير. ما عدا هاتين حالتين يكون معربا، فيرفع بالضمة، فيرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وينصب إن دخل عليه ناصب، ويجزم إن دخل عليه جازم. نعم. قال هذا: والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل. اسم ننطق بها همزة قطع لأن في أول السطر، أتى من بعد ذي عملي. إيش أتى من بعد ذي عملي؟ يعني لا بد من تقدم عامل. العامل ما أوجب كون الكلمة على وضع خاص. العامل نوعان: عامل لفظي مثل ما مر بالأمثلة، جاء خالد، ما الذي رفع خالد؟ جاء، إذن جاء عامل. رأيت خالدا، العامل رأى. مررت بخالد، العامل ألبى. هذا هو النوع الأول، ويسمى العامل اللفظي. والعامل اللفظي ما يكون للسان فيه حظ، هذا العامل اللفظي ما يكون للسان فيه حظ. وأكثر العوامل في اللغة العربية عوامل لفظية، عوامل لفظية، والعوامل اللفظية قد تكون أفعالا، وقد تكون أسماء، وقد تكون حروفا. النوع الثاني العامل المعنوي. العامل المعنوي هو الذي ليس للسان فيه حظ. العامل المعنوي قليل جدا، بل يكاد يحصر بنوعين. النوع الأول رافع المبتدأ، رافع المبتدأ. أنت الآن إذا قلت مثلا علي مجتهد، علي مرفوع، ما الذي رفعه؟ مجتهد مرفوع، ما الذي رفعه؟ أما بالنسبة للخبر مجتهد أمر واضح، الذي رفعه هو المبتدأ، وهذا إيش؟ عامل لفظي. لكن المبتدأ علي ما قبل شيء يعمل به. قالوا عامل معنوي وهو التجرد من العوامل. كيف صار التجرد يعمل؟ يعني وجود العامل يعمل، والتجرد ايش؟ يعمل. اذا الذي رفع زيد او علي انه ما قبله عامل. كلمة ما قبله عامل اللي هو العامل، هذا التجرد، هذا عامل لفظي ولا معنوي؟ ها؟ معنوي، هذا ما للسان في حظ. هذا النوع الأول، النوع الأول من أنواع العامل
المعنوي رافع ايش؟ المبتدا. ما رافع المبتدا؟ هو التجرد من العوامل اللفظيه. النوع الثاني رافع الفعل المضارع. الفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب نصب، اذا دخل عليه جازم جزم، ما دخل عليه لا رافع ولا ناصب ها رفع. اذا رافع الفعل المضارع هو التجرد من النواصب والجوازم، ولهذا ابن مالك يقول ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد او كتسعد على الخلاف. هذا ما يتعلق بالعامل اللفظي والعامل المعنوي، وهو الذي اشار اليه الشيخ بقوله اتى من بعدي بعملي. ثم بعد هذا ننتقل الى انواع الاعراب. انواع الاعراب اربعه: رفع ونصب وجزم وجر. وهذه الانواع الاربعه مقسمه الى ثلاثه اقسام: الرفع والنصب في الاسماء والافعال، الثاني الجزم في الافعال، الثالث الجر في الاسماء. هذه واضحه، لا نريد ان نقف عندها. طيب، هذه الانواع الاربعه: الرفع والنصب والجزم والجر، لها علامات. لا بد اعرف علامه الرفع، ولا بد اعرف علامه النصب، وعلامه الجزم، وعلامه الجر. وهذه العلامات نوعان: اصليه وفرعيه. الاصليه الضم للرفع، الفتحه للنصب، الجزم للسكون، الكسره للجر. هذه علامات اصليه. وهناك علامات فرعيه، الضمه لها ما ينوب عنها، وكذلك الفتحه الكسره والسكون. وسأعطيكم الآن حصرا شاملا العلامات الإعراب من أولها إلى آخرها. فنقول أولا الرفع. الرفع له أربع علامات: الأولى الضمة، الثانية الواو، الثالثة الألف، الرابعة النون. الضمة والألف والواو والنون. الرفع في اللغة العربية من أولها إلى آخرها ما يخرج على الأنواع الأربعة هذه، ما يمكن يوجد اسم مرفوع إلا وفيه واحدة من هذه العلامات: مرفوع بضمة أو بألف أو بواو أو بنون. ومع هذا ما يكفي هذا الكلام، نريد نحصر الأسماء الآن اللي ترفع بالعلامات الأربع. فالضمة أوسعها، تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء. هذه مواضع الرفع بالضمة ما يخرج عنها،
إما في اسم المفرد أو في جمع التكسير أو في جمع المؤنث السالم أو في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء. طيب العلامة الثانية الفتحة، لا الواو. الواو في موضعين فقط، في الأسماء الستة وفي جمع المذكر السالم. تكون علامة الرفع الواو في موضعين لا ثالث لهما، في الأسماء الستة وفي جمع، فهو في جمع المذكر السالم. أظن الأمثلة واضحة يا إخوان، ما له داعي نمثل يقرأ علينا الوقت. طيب العلامة الثالثة على الألف، لها موضع واحد وهو المثنى، وهو المثنى. العلامة الرابعة النون، ولها موضع واحد وهو الأمثلة الخمسة المشهورة على الألسن بالأفعال الخمسة، اللي هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة، والأحسن أن تسمى الأمثلة الخمسة، لأننا إذا قلنا الأفعال الخمسة كأنها محصورة مثل الأسماء الستة ما تتغير، لكن هذه تغير، يكتبون يدخلون يخرجون يأكلون يشربون، إذا ما هي أفعال معينة. لهذا الأولى أن تسمى الأمثلة الخمسة. انتهينا الآن من الرفع. طيب ننتقل للنصب. العلامة الأولى للنصب الفتحة. الفتحة لها ثلاثة مواضع، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، لم يتصل به شيء. إذن الفتحة ما تكون علامة نصب إلا في الأشياء الثلاثة هذه، الاسم المفرد مثل محمد رأيت محمدا، جمع التكسير رأيت الضيوف، والفعل المضارع صحيح الذي لم يتصل به شيء مثل محمد الفعل المضارع الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب، لأنه ما يكون منصوب إلا بناصب. نعم، لكن قوله لم يتصل به شيء، انتبه يا أخوان مو بدأ قصدي، يعني لم يتصل به شيء يعني ما اتصلت به ألف الاثنين أو الجماعة، لأنه بالحالة دي يكون منصوب بحذف النون، أنا هذا قصدي وأنتم فهمتم شيئا آخر. طيب إذا قلت مثلا الطالب المجد لن يتأخر، يتأخر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الفتحة. طيب هذه العلامة الأولى لإيش؟ للنصب. العلامة الثانية للنصب الياء. الياء في موضعين، الموضع الأول جمع المؤنث المذكر السالم مثل شاهدت المدرسين، والثاني المثنى مثل هنأت الطالبين. جمع المذكر ينصب بالياء، والمثنى ينصب بالياء، هذه العلامة الثانية للنصب. العلامة الثالثة الألف، والألف لها موضع واحد وهي الأسماء الستة. الأسماء الستة تنصب بالألف، لو قلت إن أباك موجود هو منصوب بالألف. إذن العلامة النوع الأول النصب الفتحة، والثاني الياء، والثالث الألف، الرابع الكسرة. كسرة، الكسرة في جمع المؤنث السالم،
جمع المؤنث السالم ما ينصب بالفتحة، ينصب بالكسرة. قل ابن مالك وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، فهو منصوب بالكسرة كما في قول الله تعالى ويجعلون لله البنات. البنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وبالمناسبة يا إخوان، يستحسن النحويون أن ما يعرف بعلامات أصلية يسكت عنه ما يعلل. فمثلا رأيت زيدا ما تكون منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد لأنه جعل الأصل ذا، لكن ما جاء ما أعرف بعلامة فرعية الأحسن أن يبين السبب، يقال منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب العلامة الأخيرة للنص حذف النون، وهذا في الأمثلة الخمسة. دمنا الأمثلة الخمسة مرة أن ترفع بثبوت النون، إذن تنصب بحذف النون، فتقول كما في قول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فتفعلوا فعل مضارع منصوب بلن، يعني بلن يعني بسبب لن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة. طيب إذا صار النص كمله من علامة خمس والرافع أربع، إذا صار النص أكثر، صار النص أكثر. طيب العلامة النوع الثالث من أنواع الإعراب الجر. الجر علامته الأولى وهي الأصلية الكسرة. الكسرة الكسرة في الاسم المفرد المنصرف، لابد نقول المنصرف، ومعنى المنصرف يعني المنون. إذا قيل اسم منصرف يعني منون، وإذا قيل ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. وبعض الطلاب يا إخوان يظن أنه إذا قيل ممنوع من الصرف يعني أنه يجرب الفتحة، لا، حتى في حالة الرفع ممنوع من الصرف، وحتى في مبحث الرفع يرفع بالضمة يرفع بالضمة هو ممنوع من الصرف، وفي حالة النصب ينصب بالفتحة هو ممنوع من الصرف. إذن كلمة ممنوع من الصرف ما هي تتعلق بالجر بالفتحة، تتعلق بأنه ما يدخله التنوين. المقصود أن الكسرة تكون علامة للجر في الاسم المفرد المنصرف، مثل محمد وعلي وبكر وخالد، هذه كلها تكون مجرورة بالكسرة. الثاني جمع التكسير، هذا يجر بالكسرة، تقول مررت بالرجال. الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة على الأصل، ويجر بالضم ويرفع بالضمة على الأصل، ما يخرج إلا بحالة النص، بدل ما ينصب بالفتحة ينصب بالكسرة. هذه العلامة الأولى من العلامات الثلاث للجر وهي رسمية. العلامة الثانية للجر الياء. الياء في ثلاثة مواضع، في الأسماء الستة، وفي المثنى، وفي جمع المذكر السالم، تكون هي علامة الجر. في الأسماء الستة وفي المثنى
وفي جمع المؤنث وفي جمع المذكر السالم. العلامة الثالثة الفتحة، تكون علامة للجر في الاسم المفرد الذي لا ينصرف، وإن شئت قل في الاسم الممنوع من الصرف، أعم وأشمل، أعم وأشمل. إذن كم للجر من علامة؟ ثلاث: كسرة وياء وفتحة. طيب، بقي النوع الأخير اللي هو الجزم. طيب، الجزم له علامة أصلية وعلامة فرعية. العلامة الأصلية هي السكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر، مثل إذا قلت محمد لم يحضر، مجزوم بالسكون، والسكون علامة أصلية. أما العلامة الفرعية فهي الحذف، الحذف، والحذف نوعان: حذف حرف العلة في المعتل، وحذف النون في الأمثلة الخمسة، حذف النون في الأمثلة الخمسة. وبهذا نكون قد أتينا بهذا العرض السريع على جميع علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وتقدم لنا وتحصل من هذا أن المعرب قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. وبدل ما أقول ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف، أترك هذا لكم، أنتم تنظرون اللي يعرب بالحركات وترقمونه، وتنظرون إلى الذي يعرب بالحروف وترقمونه. شوف، يقول الشيخ لما عرف الإعراب قال: فالرفع، الآن نحلل الأبيات لأننا الآن ذكرنا ما في الخمسة الأبيات الباقية، اللي شرحنا هذا هو شرح خمسة أبيات، لكن يبقى التحليل، تحليل الأبيات. قال: فالرفع، ألف هنا مثل ما قلت لكم أمس هي فاء الفصيحة الواقعة في جواب شرط مقدر والتقدير. إن أردت أنواع الإعراب فالرفع، فالرفع، فالرفع والنصب في غير الحروف. إيش اللي غير الحروف؟ الأسماء والأفعال، كما قلت لكم قبل قليل. الرفع والنصب يكونان في الأسماء والأفعال. قال: فالرفع والنصب في غير الحروف. فقوله في غير الحروف جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والتقدير: فالرفع والنصب موجودان في غير الحروف، يعني موجودان في الاسم والفعل. وفي هذا الموضع حصل اختلاف في بعض النسخ، ففي بعض النسخ وما سمعتم فالرفع والنصب في غير الحروف وما، في بعض النسخ فالرفع والنصب في كل يجيء وما. وقول في كل يعود على البيت الأول. البيت الأول إيش فيه؟ اسم وفعل، اسم وفعل. ويبدو هذا قد يكون أجود في نظري: في كل يجيء وما، يختص بالجر إلا الاسم. هذا القسم الثاني اللي قلته قبل قليل، إن الجر خاص بالأسماء فلا يدخل الأفعال. قال: فاحتفلي، في بعض النسخ فامتثلي، فامتثلي، وهو تكميل للبيت، تكميل
للبيت، يعني الذين ينظمون عموما في أصول الفقه ولا في النحو ولا في البلاغة يضيق عليها المجال أحيانا، فيأتي بكلمة يكمل بها البيت وتكون بمثابة توجيه ونصيحة للمخاطب، ولا كلمة فاحتفلي أو فامتثلي ما فيها قاعدة تتعلق بقواعد النحو، لكنه يذكرها تكميلا للبيت. والفاء في قول فاحتفلي واقع في جواب شرط مقدر، والتقدير وإذا عرفت ما ذكرته لك فاحتفلي. والاحتفال معناه القيام بالشيء والاهتمام به. لحظة يا أخي، خلها الآن أمشيها على اللي معي. ما معنى فاحتفلي؟ في القاموس الاحتفال بالشيء القيام به والاهتمام به، يعني كأنه قال إذا عرفت ما ذكرته لك نعم فاهتم بهذا الشيء وقم به. أما على النسخة الأخرى فامتثلي، واضح هذا، يعني امتثل ما أقول لك، بمعنى اعمل بهذه القاعدة النحوية واستفد منها. قال والجزم للفعل، هذا القسم الثالث، أن الجزم خاص بالأفعال. فالأنواع أربعة، الأنواع أربعة اللي هي الرفع والنصب والجر والجزم، هذه الأنواع أربعة. وليس للحروف، وليس للحرف إعراب، فلا تطلي، يعني لا تطل في الكلام عليه من هالناحية ذي. الحرف ما له علاقة بالإعراب، لماذا؟ لأن الحرف يا إخوان انتبهوا، الحرف ما يرد عليه معان يحتاج أنك تميز بينها بالإعراب. الاسم يرد عليه معاني، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون مجرورا. يعني زيد قد يكون هو اللي فعل الفعل، هذا معنى من المعاني، إذا قلت جاء زيد قد يكون هو اللي وقع عليه الفعل. إذن المعاني ذي كيف نميزه؟ ما نميزه إلا بالإعراب، ومثلها الفعل. هذا السبب أن الأسماء والأفعال تحتاج إلى إعراب، لأنه يتوارد عليها معان تحتاج معها إلى التمييز بالإعراب. أما الحرف ما يرد عليه معان يحتاج معها إلى التمييز بالإعراب. إذا قلت مثلا أخذت من الدراهم، إيش تفيد من هنا؟ التبعيض. إذن التبعيض مستفاد من الحرف بدون إعراب. هذا السبب يا إخوان في أن الحروف لا يتعلق بها إعراب، ولهذا يقولون الحروف كلها مبنية، ما تصير مرفوعة ولا منصوبة ولا مدومة سبب عوامل، على حسب ما نطقت بها العرب تبنى، تبنى على الفتح مثل الواو مثلا، تبنى على الكسر مثل الباء زيد، تبنى على السكون مثل عن. ولهذا قال الشيخ وليس للحرف إعراب فلا تطلي، وحركه بالكسر للروي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم، واضح. وليس لفعل جر متصل، هنا في تقدير، وليس لفعل جر عامل متصل. ولماذا قال الشيخ متصل؟ يفيد أن الجر لا بد أن يكون الجار متصلا وموجودا الكلمة، سواء كان الجار اسما مثل المضاف والمضاف إليه، أو كان الجار حرفا. إذا قلت كتاب زيد، ما الذي جر كلمة زيد؟ كتاب اللي هو مضاف. الجار منفصل ولا متصل؟ ها، متصل. مررت بزيد،
ما الذي جر زيد؟ الباء متصل ولا منفصل؟ إذا عامل الجر لا بد أن يكون متصلا، سواء كان اسما هذا بالإضافة أو كان حرفا هذا الحروف الجر. والشيخ أشار إلى هذه النقطة بقوله وليس لفعل جر متصلي. قال لكل نوع، نوع منين؟ من أنواع الإعراب اللي هو الرفع، له أنواع، له علامات، النص له علامات. قال لكل نوع علامات مفصلة. فالرفع أربعة في قول كل ولي، ولا لا؟ كم أنواع الرفع؟ أربعة: الضمة والألف والواو والنون. طيب، قال والنصب خمس، مرت علينا، والنصب خمس علامات، وثالثها خفض، ثلاث، أي ذو ثلاث. مر علينا أن الخفض ذو ثلاث علامات اللي هي الكسرة والياء والفتحة، كذا. وللجزم اثنتان، وللجزم اثنتان اللي هي السكون والحذف. تلي تكميل للبيت، تكميل، ومعنى تلي يعني أن تتبع العلامات المذكورة، يعني الرفع والنص والجر، ويتبعها إيش؟ الجزم. ومقصود بهذا تكميل البيت. وقوله كل ولي، في قول كل ولي، الولي بمعنى العالم، بمعنى العالم أو بمعنى المتولي للشيء، هذا يرجع للمعنى الأول، لأن النحوي يصدق عليه أنه تولى بيان هذه العلامات. كان في النية أننا ندخل في مرفوعات الأسماء، لكن يبدو أن الوقت انتهى. غدا إن شاء الله درسنا في مرفوعات الأسماء.